النجم الكبير مجد طلبة المدير الفني لنادي نجوم المستقبل. ضربة الحرة، محمود القط على التنفيذ. ضربة الحرة من نفس المكان اللي أخده نادي النصر، ولكن هل تستغل هذه المرة؟ بالفعل رأسية مروان وتعظيم سلام. مروان على طول يحلو الكلام. مروان حمدي يسجل في الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول، وعلى طول من خلال الكرات الثابتة وسحر الكرات الثابتة. في الأولى ما استغلهاش، في الثانية على طول سجلها مروان. وهنا يحلو الكلام، وهدف أول في أحداث هذا اللقاء، اللقاء الكبير ما بين النصر ونجوم المستقبل. بصوا شوف العرضية يا سلام، نموذجية وبالرأسية مروان علشان تعمل البند وتكون صعبة جدا جدا على الحارس محمود سيد، ونادي النصر يتقدم ويتسيد أحداث هذا اللقاء بهدف التقدم، بهدف الافتتاحية عن طريق اللاعب مروان حمدي اللي بيسجل هدفه رقم 6 مع نادي النصر هذا الموسم. ما باليد حيلة يا محمود، الكرة كانت بعيدة عن كل الحدود، كرة صعبة على الحراس، ولكن العرضية النموذجية